إبراهيم العمراني أولى ليموراي، مقاتل مغربي ديال الإميمة، وهو ليمور أكبر عملية سرقة في إنجلترا. كان شفر تقريبا 78 مليون أورو هو والعصابة ديالو. شنو بلانو؟ كيفاش بدا؟ وشنو اللي خلى البوليس يلقاو عليه القبض في وسط المغرب؟ اليوم غنجبدو الهيستوريا ديالو. السمية إبراهيم العمراني، لقب ليموراي، فين دار الفعلة؟ إنجلترا. قبل ما يولي سارق بنك، إبراهيم عاش واحد الطفولة صعيبة في جنوب شرق لندن. با كان مدمن على الكحول وعنيف بزاف، هادشي اللي كان كيعصب إبراهيم. في المدرسة والزنقة الناس والدراري كانوا كيبعدوا منه، حيت ملي كان صغير كان كينتمي لواحد العصابة. إبراهيم ميوراي لقى راسو وسط بزاف ديال لي زافير إجرامية بحال البيع ديال المخدرات وسرقة الأبناك. كان تشد أول مرة قبل ما يدير 18 عام على ود الكوكايين والماريخوانا. واخا كان كيتريني وكان مقاتل ديال الإميمة، كان كيعيش حياة مزدوجة وكان كيشارك مرة في عملية السطو على الأبناك. ولكن فين كل شيء تبدل في حياته، في شهر جوج 2006 إبراهيم تحاكم عليه بعشر سنين ديال الحبس مور ما تشد في المغرب في المدينة ديال الرباط. كانوا اتهموه بأنه العقل المدبر ديال أكبر عملية سرقة طرات في إنجلترا. كانوا قالوا أن إبراهيم هرب للمغرب 4 أيام مور ما العصابة ديالو قدروا أنهم يشفروا تقريبا 78 مليون أورو في واحد ديبو في تومبريدج. محققين ديال إنجلترا كانوا خدموا مع المغاربة باش ما يهربش لهم إبراهيم. وكان تشد في شهر 6 2006 وقدر انه يتجنب التسليم ديالو للمملكه المتحده، وربع سنين مور الشده ديالو العقوبه ديالو تمدات ولات 25 عام ديال الحبس. ابراهيم دوز الحكم ديالو في السجن ديال تيفلت، وكانوا داروا معاه حوار وقال لهم ما كاينش السعاده في البلاصه فين هو دابا، وندم على الافعال اللي دار وما كرهش يولي بطا ديال الإميمة ويعيش حياته بكل حريه.